السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد متتبعي الكرام في قناة عالم نجمة في فيديو جديد. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو اليوم او وصفة اليوم غنشارك معكم ملوي بالفينو معمر بالفروماج وكذلك بالبصل. هذا الملوي هذا كيجي مورق وكيجي لذيذ بزاف وكيجي خفيف كذلك على المعدة، لان هنا الفينو هو الغالب على الدقيق الابيض. وتابعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله بالنسبة للمقادير غنحتاجو 4 الكيسان ديال دقيق القمح الصلب او الدقيق الاصفر او دقيق الفينو، كل واحد على كيفاش كيسميه. غنحتاج كذلك كأس واحد فقط من الدقيق الابيض، من الافضل يكون من النوعية الجيدة والممتاز. غنضيف لهم ملعقة كبيرة من السكر الخشن او سكر حبيبات سنيدة، ثم كنضيف ملعقة صغيرة من الملح. نخلط جميع العناصر ومن ثم بقى نضيف الماء بشكل تدريجي. بالنسبة للماء انا عندي هنا 350 مليلتر، غنبقى نضيفها بشوية بشوية حتى كيتجمع ليا العجين. يعني نقدر نضيف الكمية كاملة من الماء، نقدر نضيف اقل. بالنسبة للماء خصو يكون دافي شوية. كنبداو نعجنو العجينة شوية بشوية، كنبقاو نجمعوها او نلموها، كنبقى نضيفو الماء بشكل تدريجي حتى كنجمع العجينة بشكل كامل. العجين هنا خصو يكون رطب ومتماسك وما تكونش العجينة قاصحة. من بعد ما جمعنا العجين كنوضعهم فوق سطح العمل وكنحاول ندلكها مزيان واحد المده ديال 4 دقائق حتى كنسمعوا العجينه ديالنا كترطق وكنحسوا بها تدلكات مزيان، كنحصلوا على عجينه رطبه. كنوضعها في بلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح. بالنسبه للحشوه اللي غنعمروا بها هذا الملاوي، غنحتاجوا هنا الجبن المبشور او فرماج محكوك، كذلك هنا الكميه على حسب الرغبه، كذلك هنا جبن الموتزاريلا. اللي ما عندوش جبن الموتزاريلا يمكن له يستغنى عليه، ولكن هو كيعطيها واحد اللذه لهذا الملاوي. عندي كذلك القليل من المعدنوس، واخيرا عندي هنا جوج بصلات مقطعين على شكل طولي. في مقلاة كنوضعوا القليل من زيت الزيتون او زيت النباتي على حسب الرغبه ديالكم، ثم كنضيف البصل اللي قطعت على شكل شرائح. انا بالنسبه للبصل الكميه عينكم ميزانكم، يعني يمكن لكم ديروا كثير يمكن لكم ديروا القليل على حسب الاحتياجات ديالكم. كنضيف ليها فقط الفلفل الاسود او الابزار وكذلك القليل من الملح. كنخلط في هذه البصله وكنخليها حتى كتدبل شويه كتطيب غير نص طيبه، ومن بعد كنزولها من فوق النار. من بعد ما كطيب لينا البصله كتولي بهذا الشكل. الان صبحت جاهزه، غنزولها من فوق النار. كناخذ العجين اللي خليته ارتاح لمده نصف ساعه، كنزولو البلاستيك الغذائي وكنوضعه فوق سطح العمل. كنشكلو على شكل طولي بهذا الشكل، كنقطعو الى قطع متساوية او كويرات متساوية. هنا عندي البصلة اللي وجدت من قبل، كذلك عندي هنايا الموتزاريلا، وايضا هنا عندي الزبدة مخلطة مع الزيت النباتي للتورق والجبن المبشور وكذلك المعدنوس. على بركة الله كناخذ كرة من كويرات العجين كنوضعها فوق سطح العمل وكنبسطها او كنورقها بالطريقة العادية كما كنورقوا الملوي المعروفة بالاستعانة بخليط الزبدة او الزيت. كنرققها مزيان وكنورقها مزيان من جميع الجوانب. من بعد كناخذ الخليط او الحشوة اللي وجدنا كنحاول نوزعها على سطح الملوية بهذا الشكل.
من بعد كنضيف قطع الموتزاريلا كذلك، ثم كنضيف القليل من المعدنوس وكذلك الجبن المبشور. من بعد كنحاول نلوي ديك الملويه على شكل طولي بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الفيديو. من بعد فاش كنلويها كندهنها بخليط الزبده او الزيت وكنشكلها على شكل حلزون او محنشه بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الفيديو. كنوضعها جانبا وكنمر باش نورق الكره الثانيه. من بعد ما انتهيت من تشكيل الملويات كاملين كنمر الان باش نورقهم ومن بعد نطيبهم. كناخذ الملويه اللي شكلتها في الاول اللي بديت بها في الاول كنقرصها بهذه الطريقه، ما كنقرشهاش مزيان، كنحاول كنقرصها غير شويه ومن ثم كنوضعها في مقلاه تكون غير لاصقه. ما نطيبهمش البنات في المقلاه ديال وجده او في المقلاه ثقيله لانه الملوي معمر بالفرماج ويقدر باش نكونو كنطيبو ديك الملويه الفرماج يخرج من الجوانب وبالتالي ديك الملويه كتلصق لينا في المقلاه وبهكذا ما كتحصلش على النتيجه اللي بغيتي نتيا. لهذا يستحسن نطيبوهم في مقلاه تكون غير لاصقه. كما كتلاحظوا كيجيو منفوخين وكيجيو كذلك مورقين وكذلك ما نقولش لكم كيجيو لذاد بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي اللي معمر بالفرماج والبصله كيجي لذيذ وكيجي كذلك مورق ومحمر. نتمنى تجربوه في ديوركم اكيد غيعجبكم، انا متاكده بانه غيعجبكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ونتمنى كذلك تشرفوني في القناه بالانضمام وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. ما تبخلوش عليا كذلك باللايكات والتعاليق الجميله. شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.